كشفت مصادر إعلامية موثوقة بأن الاتحادية الهولندية لكرة القدم طالبت مباراة ودية مع المنتخب الوطني الجزائري. وطالبت الاتحادية الهولندية بإجراء المباراة الودية مع الخضر في شهر جوان المقبل في مدينة أمستردام الهولندية أو مدينة إسطنبول بتركيا. وسيكون القرار النهائي في إجراء هذه المباراة الودية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم وكذلك للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، حيث من المتوقع أن يتم قبول هذا القرار خاصة مع رغبة الناخب الوطني في رفع مستوى الوديات ومواجهة المنتخبات الكبيرة تحضيرا للاستحقاقات القادمة كأس إفريقيا 2021 وتصفية كأس العالم 2022. وأكدت ذات المصادر بأن الاتحادية الهولندية كانت بصدد برمجة مباراة ودية مع المنتخب المغربي، إلا أن تراجع مستوى المنتخب المغربي مؤخرا جعلها تطلب مباراة ودية مع الخضر في إطار تحضيراتها لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.